من هذا الخبر من جريدة من مصراوي إلى اليوم السابع، نعود بخبر البرلمان ينتهي من التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية. انتهى التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية، ويجرى الآن حصر بالأسماء الموافقة والرافضة ليتم إعلان نتيجة التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية. يذكر أنه في حالة موافقة المجلس على التعديلات سيتم إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة للجنة التشريعية لإعادة تقرير عن التعديلات متضمنا صياغة للمواد خلال 60 يوما. هذا الخبر الخاص بالتعديلات الدستورية، يذكر أنه منذ أيام قليلة تم التقدم بمشروع أو طلب من حوالي 155 عضو بالبرلمان، أي بنسبة 5 أعضاء البرلمان، وهو الحد الأدنى القانوني اللي من خلاله من الممكن أن يتم عرض هذا المشروع في جلسة داخل البرلمان للموافقة أو الرفض عليه. وبالتالي بعد الموافقة من ثلثي أعضاء البرلمان سيتم تمريره إلى اللجنة التشريعية ثم إلى الشعب للاستفتاء عليه. فإحنا معنا للتعليق على هذا الخبر أو يعني الحديث عن هذا الموضوع سيادة المستشار أحمد عصام، نائب رئيس المركز العربي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ، أخبارك؟ الحمد لله تمام يا فندم. الله يخليك. حضرتك لو هنتكلم عن التعديلات الدستورية اللي احنا بصدد الفترة القادمة أن يتم طرح هذه التعديلات بعد عرضها على اللجنة التشريعية للاستفتاء عليها بين الشعب، كيف ترى حضرتك هذه التعديلات في ضوء الاستقرار أو حالة الاستقرار التي تشهدها مصر واستكمال المؤسسات المصرية بأكملها، وكيف ترى أيضا حالة الجدل حول هذه التعديلات؟ طيب انا عايز اوضح بس حاجه بعد اذنك. تفضل يا فندم. الشعب المصري طبعا انت عارف ان هو شعب مثقف واعي مدرك طبعا، عشان هناك من يضلل الراي العام في الموضوع ده. تمام. بالنسبه للتعديلات طبعا سيادتك عارفه انها بتمر بمراحل عديده. نعم. التعديلات دي اول حاجه بتحصل فيها هي بتتعرض على اللجنه العامه بالمجلس لمناقشه مدى توافق الشروط اللائحيه والدستوريه. نعم. طبعا لو توافرت هذه الشروط اللجنه العامه بتحلها على طول للمجلس، ويحدد المجلس جلسه لمناقشتها من نعم. حيث المبدا ذاته. نعم. الجلسه دي تمت بالفعل وتمت المناقشه من حيث المبدا، وطبعا كافه الاعضاء كانوا موجودين اعتقد، او كان غايب عدد قليل جدا. بالظبط. طبعا جميع النواب اللي كانت موجوده كلهم ادلوا باصواتهم، سواء كانوا موافقين او رافضين او متحفظين عليها. نعم. اتيحت الفرصه طبعا لجميع النواب ساعتها، وتمت عمليه التصويت على التعديلات الدستوريه، وانتهى التصويت على الحصول على 485 نائب بالموافقه عليها. نعم. طبعا اصبحت التعديلات مقبوله من حيث المبدا سيادتك. صحيح. من حيث المبدا. طبعا طالما مقبوله من حيث المبدا، اللي بيتم بعد كده عشان الناس تبقى عارفه، بتتحال يتم احالتها من المجلس للجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه. نعم. لمناقشتها والاستماع الى اراء اطياف المجتمع، وطبعا وضبط الصياغه بتاعتها خلال فتره 60 يوم اللي هي الفتره الحاليه اللي نص عليها الدستور في الماده 226 فقره 4. نعم. بعد ال 60 يوم سيادتك بتقوم اللجنه باعداد تقرير ثاني مفصل على ما تم مناقشاته والاستماعات اليه. طبعا خلال ال 60 يوم دول بيستمعوا طبعا بيناقشوها، ويستمعوا لاساتذه القانون، وبيستمعوا الجامعات والنقابات، الشباب، منظمات المجتمع المدني. نعم. كل ده بيقدم وجهه نظره كتابيا. بعد كده اللجنه بتاعه التشريعيه بتعمل تقرير بما تم، وبتثبته في مطبات اللجنه على ان يعرض على المجلس تاني بعد 60 يوم، يعني بعد 60 يوم تانيين هيتم عرضه على المجلس ليتم مناقشته مره اخرى من حيث الموضوع. نعم. طبعا من حيث الموضوع طبعا بعد كده بينتقل المجلس بعد ذلك للتصويت للمره الثانيه على قبول هذه التعديلات. يعني تمام. التصويت حتى الان كده لسه، يعني عشان الناس فاكره ان خلاص كده ده الشكل النهائي. تمام. بيتم التصويت للمره الثانيه على كل هذه التعديلات موضوعا. نعم. ويشترط ساعتها برضه ان هو ان يوافق اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان. صح. حوالي 400 صوت او اكثر. نعم. ثم بعد ذلك لو تمت الموافقه بترفع بعد ذلك للسيد رئيس الجمهوريه ليدعو الشعب المصري الى الاستفتاء خلال ويحدد موعد الاستفتاء خلال 30 يوم بعد كده.
تمام كده. تمام. طيب حضرتك طبعا شايف حل الكلمة الأولى والأخيرة طبعا صدق. للشعب المصري وليس للمجلس أو الرئيس. اتفضلي يا سيدي. نعم. طب حضرتك شايف حالة الجدل ازاي بين يعني الشعب المصري حاليا اللي استبق كل هذه الخطوات اللي حضرتك ذكرتها او بعضها يعني اذا صح التعبير؟ لا معلش السؤال تاني من سيادتك عشان حالة الجدل، ماذا عن حالة الجدل بين الشعب المصري حول تعديل الدستور حاليا؟ تمام. ما انا قلت لسيادتك في بداية الكلام طبعا ان هناك من يضلل الرأي العام، يعني انا شفت قنوات بتضلل الرأي العام بقصة التعديلات الدستورية، بس احنا واثقين طبعا في الشعب المصري لان هو مثقف واعي مدرك باللي بيحصل، وطبعا كده كده كل واحد في الشعب المصري هيقول رأيه في الانتخابات. صحيح. وايا كان الرأي له كل الاحترام اكيد، يعني احنا لا نحجر على الرأي والرأي الاخر يعني. تمام كده حضرتك. نعم. وبعدين لسه وبعدين سيادتك دلوقتي برضو ال 60 يوم اللي هم مقترحين فيه دول موجودين بيستمعوا اصلا، بيستمعوا للشباب، للجامعات، للنقابات، منظمات مجتمع مدني، كل دي متوقف من الشعب. صحيح. وفاق من الشعب. أكيد فاكيد هيكون كل فيها ده تغيير. صحيح. تمام. واكيد هتبقى في تغيير. صح فعلا. أشكرك جدا باشمهندس أحمد أو سيادة المستشار أحمد عصام نائب رئيس المركز العربي الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا يا فندم.